عام وانتم بخير كل مشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان. احنا معاكم من قلب الشارع المصري وسط الناس علشان نعرف اجابات كتير لعدد من الاسئله الدينيه خلال شهر رمضان. وسؤالنا النهارده بيقول: من هو الذي لقب بفاتح بلاد الصين؟ تعالوا نشوف اجابات الناس في الشارع هتكون ازاي. عبد الرحمن بن عوف قائد اسلامي قام فتح بلاد الصين ودخل الدين الإسلامي فيها. فتح بلاد الصين قتيبة بن مسلم إن شاء الله، أنا ما أعتقد كده يعني. بلاد الصين هذا فتح فرنسا، والله مش عارف. بلاد الصين، بلاد الصين برضو ما أقدرش، صعب قوي. قتيبة بن مسلم، تمام. أيوة قتيبة بن مسلم. عبد الرحمن بن عوف. قتيبة بن مسلم ده عربي، سيدنا عمرو بن العاص تقريبا. من هو فاتح بلاد الصين؟ لا الله أعلم. عقب من نافع. وبعد ما سمعنا إجابات الناس في الشارع خلينا أقول لكم إجابة سؤالنا النهاردة. الذي لقب بفاتح بلاد الصين هو قتيبة ابن مسلم، وهو أحد القادة الكبار الذي ذكرهم التاريخ والتي وصلت فتوحاته الإسلامية لبلاد الصين. كريم صبري، إكسترا نيوز.